مشاهدينا، وللحديث عن الغضب الشعبي من مبدأ التعويضات الحكومية لضحايا الكوارث الإنسانية في العراق وإجراءات حكومة السوداني التي اتبعتها في التعامل مع فاجعة الحمدانية، معنا من عمان مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين الدكتور أيمن العاني. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله. حكومة السوداني تعلن صرف نحو 7,000 دولار فقط ثمنا لكل روح أزهقت في حريق الحمدانية. دكتور، هل تعتقد أن هذه التعويضات تتناسب مع حجم هذه الكارثة التي حلت في الحمدانية؟ تحية لك أخي الكريم ولجميع المشاهدين. حقيقة هو قبل هذا السؤال، هل ينتظر الضحايا أو ذو الضحايا من الحكومة والسلطات هذا الأمر؟ هؤلاء ينتظرون تقديم مسؤولين الحقيقيين ومن يقف وراءهم وكل الذين يعني كان لهم يد في هذه الفاجعة وغيرها حقيقة من الفواجع التي تترى على العراقيين منذ 2003 وحتى اليوم. لكن مع الأسف الشديد هذا الذي يحصل، يعني الذي حدث في الحمدانية حقيقة قد يلخص حال العراق بعد مرور أكثر من 20 عاما على الذي كان يسمى تحريرا وكان يسمى يعني اليوم البلد حقيقة مأساة حقيقية مركبة يعيشها العراقيون في ظل هذا النظام المتهالك. يعني مسألة لا تصدق، يعني لا يمكن حصرها في موضوع أو في جملة أو في حتى في كتاب، لأن الذي يحدث في العراق اليوم لا يتصوره أي عاقل، يعني من الشتات، من عدم التنسيق، من الفوضى، من يعني كل يوم حقيقة مو ننصدم، لكن الواقع هذا هو اللي نعيشه يعيشه العراقيون. يعني مؤلم جدا، ويعني لا يمكن أن تصفه الكلمات حقيقة. نعم دكتور، مبلغ 7,000 دولار أمريكي اليوم، ما الذي يمكن أن يفعله لعائلة فقدت ربما كل أفرادها بهذا الحريق؟ والله أنا أستعير الكلمة التي يعني تفضل بها المحترم هذا رئيس الأبرشية. هذولا يعني أناس لا يستحون، لا يقيمون حقيقة للتضحيات وللأنفس التي أزهقت وزنا، يتصرفون مع الموضوع بعقلية يفهمونها. يعني هذا مبلغ فهمهم للموضوع، كأنما ينتهي الأمر عندما تحضر هذه وهي بالمجمل حقيقة هي أمور يعني نعم. لكن تعودنا عليها، أنه جميع الحكومات المتعاقبة في العراق تقلل حقيقة من يعني قيمة الإنسان العراقي، ولأنها يعني ببساطة شديدة لا توجد أي أولويات وطنية لدى هذه الحكومات، وبالنتيجة هي تعلم أنها يعني وقتية ومؤقتة. نعم. ومو هدفها خدمة المواطن اليوم، ولا هدفها حماية المواطن. هو قبل هذا يعني كيف حدثت هذه الفاجعة ولماذا حدثت هذه الفاجعة وغيرها؟ طبعا ليش؟ لأنه هنالك تقصير واضح وممنهج ومخطط له. كيف مخطط له؟ أن تأتي بأناس يعني غير مهنيين، كل الذي يمتلكونه هو الانقياد التام للجهات التي عينتهم، التنفيذ التام للأوامر وللرغبات للجهات التي جاءت بهم. هذه هي النتيجة. يعني تجد، هل يصدق أنه هكذا تبنى المنشآت في بمواد يعني، وبعد الكارثة يتم الإعلان عن ذلك؟
لكن هذا الذي يحدث في العراق سيدي العزيز. نعم دكتور، ربما هذا يفسر لماذا سارعت الحكومة للتعويضات بهذا الشكل ودون أن تعلن نتائج التحقيقات بالفاجعة نفسها التي ألمت بكل العراقيين. أخي الكريم، هذه كارثة بحد ذاتها حقيقة. يعني اليوم أي مراقب، أي مشاهد أصلاً، حتى مو مراقب، يعني من تشوف الإعلان عن نتائج التحقيق، حقيقة مضحك مبكي الموضوع. نعم. يعني كأنما هو أولاً، يعني الكلام كل الذي قيل في المؤتمر الصحفي لم يتعدى ما تناولته وسائل التواصل الاجتماعي، وكله كلام يعني يفتقر إلى المهنية. يعني هل يجوز أن نقول هنالك حادث عرضي في مشهد الجريمة؟ يعني أنا أسأل أي حقوقي، أي قانوني، كيف يستقيم الأمر حادث عرضي في مشهد جريمة، في مشهد وقوع الجريمة يقول هكذا؟ فأنت يعني لك أن تتصور، ولجميع المشاهدين أن يتصوروا هذه المأساة. يعني اليوم التحقيق الذي جاء هو مجرد سرد لأحداث أو يعني حقائق الجميع علم فيها. يعني كأنما تود الحكومة أن تغلق هذا الملف يعني بسرعة كبيرة، لأنه تعلم جيداً أن المسؤولية الأولى والكبيرة والأصيلة هي تقع على عاتق السلطات وجميع السلطات حقيقة. نعم، صحيفة يعني اليوم من القائد نعم. العام للقوات المسلحة إلى نعم. أصغر موظف هو مناط بأنه ينفذ، ومجبور يفرض عليه توفير الحماية، بمعنى توفير الحماية للمدني في العراق. هذه اللفظة الحماية يعني تتضمن مفاهيم كثيرة، وطبعا أكيد تتضمن مسؤوليات أكثر بكثير من هذا. في هذا الصدد دكتور، صحيفة الاندبندنت والدفاع المدني كذلك يقول أنه 30% من دوائر الدولة معرضة للاحتراق بذات الطريقة اللي احترقت فيها مستشفيات العراق وكذلك قاعة أفراح الحمدانية بسبب وجود مواد سريعة الاشتعال في البناء. هل تعتقد أن الإجراءات الحكومية تتناسب مع حجم التحذيرات المعلنة، وليست هذه أول تحذيرات تطلق للحكومة؟ أخي، الحكومة مجموعة من المستفيدين، ومن جاء بالمحسوبية، ومن جاء به الحزب الفلاني، ومن جاءت به إيران، يعني المشكلة هذه حقيقة. يعني اليوم إحنا نجي نلاحظ، يقول بالمؤتمر الصحفي لإعلان النتائج أنه الدفاع المدني أنذر مالك القاعة قبل 6 أشهر تقريبا. زين، أنت ليش ما أغلقت القاعة؟ يعني هل هذا أخي كلها محسوبيات، كلها قوة السلاح وقانون القوة؟ هذه مشكلة تغول الميليشيات في البلاد، يعني مشكلة كبيرة وفوضى حقيقة. هذه الفوضى يعني يراد لها ذلك حتى كل هذه الأمور تمرر. نعم طبعا دكتور. ومن يدفع الثمن هم العراقيون. طيب دكتور، هنا طرد سكان الحمدانية لوزيرة الهجرة الحالية إيفان الكلداني خارج المنطقة، ما هي الرسالة التي أراد الأهالي إيصالها من خلال عدم استقبال الوزيرة وطردها؟ حقيقة هذه اللي هم يعني الأهالي صرحوا بها، أنه يعني هو يعني خائن أو خائنة أو نعم، وهي شريكة طبعا باعتبارها شريكة في الجريمة، وكل المشاركين في العملية السياسية اليوم، يعني لا يمكن أن نستثني أحدا. الكل حالة تضامنية تشاركية تكافلية. هذه نعم. نظام المحاصصة الحقيقة جاء يعني أصل كل المشاكل وأصل الفساد في العراق، وجاء يعني يعني كل الكوارث التي حلت على العراق هي بسبب هذا النظام. نعم. اللي يعني ما إلى أي يعني أي تفسير آخر إلا هذا. من عمان مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين الدكتور أيمن العالي، نشكركم على هذه المداخلة.